يا للذوق ابتدينا ما عليك إلا تجينا وزال الباقي علينا الاستديو حان وقته. إلهي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين بكل خير في فقرة تفانين المتجددة دائما كل أسبوع. أنا أعتذر يمكن ما حضرت قبل أمس. والله تبشر بالحق وما يلحق. حصلنا من عندك 50. تبشر بالحق وما يلحق. الله يسعدكم يا رب. وحشتوني صراحة حقيقي يعني صرت الثلاثة أيام هذه في الأسبوع أحسها يعني واجب إني أجي صراحة. وأشتاق لكم كثير والله. شوفتكم وابتسامتكم وطلتكم هذه بالدنيا يعني. الله يسعدك يا رحمه. الله يرضى عليكم يا رب. نبغى نجدد المعنويات نجدد الحماس تمام. حاس فيكم وقاري وجيهكم ومطلع واضحة واضحة ترى بس حاجة مهمة هذه سنة الحياة يعني خلينا أقولك إنه البرنامج عبارة عن يعطيك صورة مصغرة عن الحياة ما حد دايم هذه يعني البرامج تستمر والأيام تستمر الأهم من ذلك أوكي أتأثر نفسيا دقيقة دقيقتين ساعة ساعتين لكن بعد كذا ما خليها نقطة سوداء بالضبط وزي ما ذكرنا إنه لا أوكي خلاص في ناس ما زالت تبغى تشوف شيء أكبر منكم وشيء أكثر فلذلك لا يعني لا تخلي المواقف هي اللي تسيطر عليك أنت اللي سيطر على المواقف والله شوف كنت بسيطر كنت بطلع لي جوتي وخليت المركز الأول لكن جالك أبو سلطان وقال خليتها قلتي خليت المركز الأول قال رجع للفين لعله خير بس لعله. مش نهاية البرنامج تقدر تعوض لا بدون بكي قل ليش بلا قل ليش على فكرة قبل ما يجي البرنامج قاعد أشوف لك مقطع في تويتر والله ما أدري بس قاعدين تحشوا بعض كده واحد يعني حتى واحد قال الحمد لله لقيت واحد أقوى مني في القرية. من جاتين أو كلنا. من ساعة تبدأ. توقعي. يعني عشان تعرف إني متابع يعني. الله يسعدكم يا رب. طيب وين البقية؟ من قدك. وين البقية؟ والله محمد جابر وهادي تعبني. ألف لا بس. هادي قال دخل في الباب وتأثر نفسيا وعاطفيا وجسديا وكل. مين هو؟ هادي. خليه يجي نعدل نفسيته. هو يلا نمشي معاد بكلم نزل 10 كيلو خليه يجي نعدل نفسيته ايوه مين يا هادي اسمعني يا هادي يا رب يكون سامعني هادي اذا تسمعني احتاجك ضروري انا ما اقدر ابدا الفقره من دونك ترى يا هادي اسمعني اذا انت ما جيت ترى الفقره ما لها طعم يا هدوي هادي انقدك ما في تزويط احسن من كذا تعال خلينا نشوف ابتسامتك الحلوه تمام اليوم اللي حشوفه زعلان حضاره وانا هو باختصار تمام دقيقة انت شايف لك مقطع
ويا اخي يعني شوف دخلت وقاعد اقول لك شايف لما المفروض تكون منتشر والله شوف انا بس جاني انا ما قال لي شيء شفني مستانس اقول لهم من يوم دخلت الاستوديو شوف لا لا عليكم السلام يا هلا يا هلا بالعكس بالعافيه بالعافيه كيف امورك عساك طيب لا عوافي جلب العافيه كيف امورك والله ابشر كيف الحال الله يرضى عليك كيف الامور والله الحمد لله طيبة عليك بالعافية إن شاء الله عليك بالعافية طيب جينا ما بيطلعها طيب يا شباب الكرنفال يوم الخميس صح؟ ما بيطلع قرارات هذه بيطلع برقرات فهمت أوكي فيها والله فيها فكرة فيها فكرة فيها فكرة إيه لذيذة 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 شوف أنا اليوم حعزز لكم من الخير إلا تعدل المسيات طيب اللهم صل هلا هلا وغلا عليكم السلام ورحمه الله طيب خير جعلك خير كيف امورك هذا من المهددين الله يرضى عليك من المهددين ترى جاي يبغى نقاط يعني ما بحب والله العين والراس اعوذ بالله يعني انا اعرف الانسان هذا فما يحتاج احد يعني يعلمني فيه نعلمك بس تعلم على النيات والدخول في النيات وش لا تخش في النيات اسوي درس اي ما يحتاج لا خلع طبخه الصدر احتاج طيب يا حبايب يوم الخميس كرنفال صحيح صحيح نعم بخط فيه المركز الاول الواحد تحداني واني اصفط له حلفنا شوف احنا دخلنا فرقه الانشاد وحلفنا ان ناخذ مراكز كلنا ما شاء الله واخذنا مراكز نعم والله كفو والله اخذنا واحد اثنين ثلاث والله كفو يعني لا. الا والله واحد يعني الواحد احتزم فيكم هو احتزم والله هو مليان قر قر طيب يا حبايب بس جل همك صلوا على الحبيب اللهم صل على محمد زيدوا النبي صلى عليه الصلاه اللهم صل وسلم على كامل النور هقول لكم عمل حنسجله تمام يعتبر جامع للونين على أساس بعض الشباب ممكن ما يجي معهم جو الشيلات والبعض عنده جو الشيلات بس أنا اللي ما يجي معهم جو الشيلات كلهم شيلات أنت بس أنا بس أنا اللي ما يجمع دفوني كورال أي شيء ملحل أنت خليك معايا أنا أضبطك خليك تطلع سولو كمان بيض الله كفو كفو قطير طيب يا حبايب وش هذا النشيد حيكون بالطريقة هذه رب صلي وسلم وبارك على النبي الزين خير البرية لي بذكر النبي رغبة ولي قابلية تعرف صح؟ لا 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 رب صلي وسلم وبارك على النبي زين خير البريه لبي ذكر النبي رحمه ولقابلي صب للضيف من ذه الدلالي لابن عمي وربعه وخوية قل لهم مرحبا عد النجوم المضية رب صلي قلت لك ما انا حظبطكم شوف لما الواحد يختار شيء على جوه اقسم بالله على جوه صدقني حجيبه يعني هو يعتبر تراث طيب ما عندي قصدك اني اجيبه ان شاء الله اني بجيبه بس لا الامر هذا هو يعني دروس شيء حار قلتها مصر والله هو من وقت ما دخل بالبرجر ومويه ثلج بقوك شغله مو مويه ثلج سفن اب ثلج بعدين بس بقوك شغله انا مع الثلج لازم باليوم اني اكله لازم اي شتاء صيف خريف ربيع والله لا ما له دخل والله ما له دخل يا دكتور نقول ما يدنك مجاعه وسطر وحمر لا دكتور ولا انت نيرس لا ترى نيرس يعني ممرض ما قلت ايه بس يعني عشان تعرف لا 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 طيب لا لا. طيب يا حبايبي نيرس نفهم هذه طيب يا نفهمها صلى الحبيب طيب حيكون النشيد هذا هو الكل حيكون مشترك في النشيد كل واحد حيكون فيه كل واحد حياخذ صوله تمام البعض على اساس انه يعني يكون الطبقات ما يكون فيها ظلم لاحد انا حختار الطبقه المناسبه على اثرها حنحدد مين اللي حيكون بيز عفوا انتوا بيز ما تحبوها بيز عبد الرحمن عبد الرحمن بيز انت البيز يستاهل يستاهل تمام انت البيز لا ما قلت لك تمام مين حيكون قرار ومين حيكون مش جواب حيكون اللي هو العادي تمام الكورال
حخلي بس أربعة اللي يسجلوا، أنا حختار. تمام؟ ترى في تشكيلة أدعي حلوة. مع الدعاء كل شيء. لا يستاهل 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 يستاهل. طيب فأربعة حيكونوا ياخذوا التيك الكورال، وحنحتاج الجو الفرايح أكثر فيه. في عندي هذه يعني إحنا نبغاهم في كرنفال هذا القادم، ما أبغى أحد يكون قاعد على الكرسي وقت ما يشتغل النشيد. انتهى تمام يعني انتو استاذ هيدا كبير صحيح. عندي واحدة كي عبد الكرال، عرفت كيف؟ اضافة حلوة اللي لا 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 لا، عرفت كيف حلوة ذي؟ ليه لا 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 تدمن هو مع البدر تدمن هو مع البدر يقول شفت كيف يبغى يقنعني يقول شفت بس بالله ما شفت والله انه حلو صدقني الله خلك على هذه الهي والله مو بحلو بس يعني بس اغني اضرب له وامشي ها صح ايش هو اغني واضرب الباب لا والله كذا والله بخير طيب وانا برضه لا ابكي اذا تعرفوا اللحن هذا في اتوقع له كلمات ثانيه قاعد اسمعها منكم صح إيه. اللي هو هي اللي هي باي كلمات او مين شالها قبل كذا شالها والله شفت المقطع قديم سعد منه مع البدو حدر من ذانا يوم عيد الضحية عندي لي بالهوى رغبة ولقابلية سعد منه مع البدو حدر كذا حمسوني أسمعها والله معي شغل هناك معي جوال شغل معي جوال شغل كان معي دوب اسمه وش اسم الشيلة بس عادلي في الهوى رغبة ولقابلية شو؟ عادلي في الهوى رغبة ولقابلية عادلي في الهوى ايه عادلي في الهوى اوكي انا ما حشغل بس حشوفها عندي عادلي عادلي في الهواء اوكي هم كثيرين اشوفهم حلمك ادري لا لا ما ابغى اشوف في خصوص ادري والله لا 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 اصبر شوف بعد نفسها رغبه ولي قابليه ايوه سعد منهم مع البدو سعد طيب نعم المنشد عبد العزيز بن قريع استاذ هيثم حقق له حلمه تكفى والله اني قاعد اشوف عيونه انها تلمع عيوني راح موهبه وئدت في مهدي والله انه يستاهل النبي صلى عليه اللهم صل احمد مام يكون هنا نعم تمام وانا موجود صدقني اطلع لك مقطع مده دقيقه اخليك ترند تنشره من جد ترند قد طلعت انا مقطع للاسف للأسف إيه للأسف ليش تقول للأسف لأن ما كان شخص مثل احترافيتك لا لا أبدا بس خد مني خلي أحمد مامي يكون موجود حلو تمام ولو على الهواء يسمحوا للشباب بيض الله وجه مقطع دقيقة وأنا عندك جوه هنا بيض الله وجه إما طلع مقطع بانتظار بدون ما تدخل في هارمونيات ولا شيء لا لا هو أنا صوته هو فقط لا لا يمشي هذا يشتغل على اوتوتيون ما تبيني اشتغل ايه والله ما قد اشتغلت على اوتوتيون لا 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 صلى على النبي صلى الكل اوتوتيون ما انا اقولك انا اطلع الناس اغني لايف اي انا اغني لايف اوكي اغني لايف بس الاستوديوهات ما في احد في العالم الان حاليا يصدر ويقول لي ما في اوتوتيون مستحيل ليه قلبنا على بعض ايش هو الاوتوتيون فلتر تحطه على الصوت في حال كان في اخطاء بسيطه مش قويه اخطاء بسيطه يعدلها لا ابشرك يعني احنا الان وصلنا في عالم ذكاء اصطناعي ما ابغى افاجئكم فين وصلنا انتوا يمكن ما عندكم جوالات الا خرجتوا صح العيب ما ادري اذا قريتوا عن الذكاء الاصطناعي وين وصل لا هو من قبل تخيل انه انا اقدر احط صوتي في صوت سمعت كاني وستي غني عربي اي كاني وستي غني عربي هذا راح يسهل على المغنين ليه لأن أسجل صوتي إيه؟ أجيب شخص مثلا مبدع في الطبقات أخليه يتنقل ويبحر ثم إيه؟ أركب صوتي عليه لا أزيدك من الشعر بيت ممكن نستفيد منه في مجالنا إحنا يعني إذا خرجنا مثلا نبغى نسجل زفات أو أعمال فالبعض يقول لك والله أنا حط اسمي أنت مجرد ما تحط بالذكاء الاصطناعي بس الاسم هو يحطه مكان الاسم الثاني فأنت يصير ما حتشتغل بدون ما تشتغل باختصار طيب كذا يعني أنا أقدر أغني إيه؟ هي تقدر بس يضبط كم بالله أغنية راشد الماجد ويلا لا لا, لا, لا والله بالله بنركب نقدر نجرب ما في طبعا لأنه أتوقع وصل الذكاء الاصطناعي الآن إنه لازم تكون الأصوات مشهورة ومعنى صح لها أعمال لها أعمال فيقدر بالذكاء الاصطناعي يركبوها لو جينا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي مخلين خالد عبد الرحمن يغني لو قيفر يقول إنساني شوف لك مين هذا؟ مخلين خالد عبد الرحمن يغني مصري
والله لا 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 والله انه ممتع المقطع مره. في في اغاني عربيه صارت اصوات مغنيين عربيين باغاني انجليزيه. والعكس والعكس كذلك. فالله يستر علينا احنا عارفين ان احنا نوصل صراحه. يعني هيثم الملحاني تشوفونا بكره على ساعه. هيثم الملحاني مع بسطه مع بسطه يا حبيبي قاعد يشوف له شغله والذكاء الاصطناعي شغال. لا حقيقي يعني هو موضوع الذكاء الاصطناعي امر جدا جيد تمام، لكن مخيف جدا. فين وصلنا في الذكاء الاصطناعي يعتبر شيء مخيف صراحه. عموما مش موضوعنا بس اسهبنا فيه اخذنا كذا موضوع جانبي. ونيس ونيس ونيس. طيب قبل ما نروح لونيس او بعد ما كنا في برنامج او في الكلام الونيس نبغى نسمع منكم ما ابو نايف. اول واحد ابو نايف طالبك ابو نايف. أبو نايف انا يعني انا متاكد اني لو قلت لك قول حتقول للاسف. طيب قول يلا. لا اغني هي. لا عشان ملحوح صوت. طب قصيدة عليك العراقي البحة العراقية يا أخي إيه قصيدك الدنيا كلش حلو. لا أنا ما أعرف إلا على المايك والله. نأجلها المرحلة. قصيدة إيه ترى قصيدة والله والله. أيوه طب سمعني قصيدة. إيه وذكرتني كويس بعد ما تقول قصيدة حقول حقول الكلام. يلا يلا قل أمري بس شو قول قصيدة أول. لا لا أسلم شغال شغال شغال. الصاحب اللي تباطى جيتي يدري أدري إنه على البال وإني ما تناسيته. لا شك بيشوفني في لازمه بدري ولا التعالي العزم الرجل مطفيته. انضقت عنز علي ورقت ذا عذري إني قفيت العرب والحي ما جيته. وسعف جوج الحياة اختلفت بصدري حتى هو النفس عنيته وربيته. إن كان هذا الهدف ما باح بي صبري ما بنتظر كلمة تبنى على ليته. اسمع جوابي وفحوى المعضلة سطري يومه حضرني مع الطاري وغنيته. لو انها تعبت في دربها العبري ببشرك يا رفيقي لا تعديته. ما شاء الله. موجهه ولا ما يحتاج؟ لا لا مو موجهه. امورك طيبه. الله يطول. طيب من هذا المنبر احب اقول لكم انه احنا نبغى نسوي اوبوريت. ايوه في نهايه او مش في نهايه احنا وقت ما تكون الكلمات جاهزه والكلمات حاخذها من الجمهور. حنسوي ثلاث لوحات الكلمات يشاركون فيها جمهور بداية. حلو. بشرط أن تكون نبطية بسيطة تمام، يعني اللي نسميه إحنا اللهجة البيضة يعني اللغة اللهجة البيضة. أيوه. تمام نبغى تكون باللهجة البيضة. ثلاث لوحات اختاروا لنا موضوع الآن وحنقدمه إن شاء الله. هل تبغوا موضوع معين في بالكم؟ ثلاثة كلها من الجمهور؟ اي ثلاثه كلها من. طب ليه ما تكون في واحده نقترح علي واحد من الشباب؟ تم اقترح علي واحد من الشباب اللي هو نواف. نواف عياش. اي عنده اللي هي ابيات وطنيه. اي فهمت علي الابيات كلها لهجة بيضاء. طيب ثلاثه لوحات ثلاثه لوحات وطنيه حنخليها عن الوطن. تتكلم عن الوطن. واحده وطنيه إيه؟ تكون مثلا وواحده ظن موضوع عادي. لا لا هو الأوبريت غالبا لما يعني تعطي موضوع خلاص يكون اللوحات كلها تتكلم عن هذا الموضوع. هي اصلا 30 بيت. طيب هي نهاية ايش هي؟ هي الابيات حقها 30 بيت. لا احنا حناخذ منها 10 ابيات. ايوه اوكي طيب يعني اوكي حناخذ منها 10 ابيات ويختارها يرتب لنا. هي عفوا نهاية البرنامج الأوبريت وقت ما تجهز الكلمات ويبدا التنفيذ. اول ما تجهز راح نبداها على طول ندشينها ان شاء الله على طول. تمام ممتاز. ايه فانا حتواصل مع الجمهور خارجا. وصلوا قصائدكم عندي في الخاص على تويتر. وطنيه وطنيه خلاص. تمام لا تتكلم عن الوطن. بما انها وطنيه فيه قصيده وطنيه جاهزه اذا تطبقون عليها الشباب. جاهزه؟ نعم باللهجه البيضاء بعد كلماتك. اي نعم ما شاء الله. ايه فاذا نطبق عليها ونكون طيب احنا كذا إيه؟ ضيقنا على الجمهور خلينا نقول لوحه واحده. لا شوف هي لوحة الاستديو ما صنعها الطاقة. لو مثلا يكون عن تحدي الشخص وتجاوز الصعاب والوصول للهدف. الهدف الصراحة راح حلو ما يعتبر موضوع مترابط انه نتكلم عن تجاوز الصعاب في خدمة الوطن. بالضبط في الاخير كلها تصب كلنا هنا قاعدين نخدم نحاول نخدم الوطن بأي طريقة. كلها تصب خدمة الوطن. تمام حيصير حنتكلم عن اللوحة اللي هي من نواف. حلو حنشوف نواف ايش يتكلم عن ايش بالضبط تحديدا او قصيدته بما انها مكتوبه. حلو نبغى نقراها ونشوف
تتكلم عن إيش تحديدا؟ القصيدة اللي عندك قلت عن الهمة والصعاب عن بداية المملكة العربية السعودية من ألف سمعنا منها أبيات بسيطة. يا جملة التوحيد يا سيف انضرب عرق الجهل ذا خافقك ما طاولت إلا انكسرت أرقاب أنا أشهد إن اللي حمل بيرك يا داري حمل لا لاحبه في وسط ميدان الوغى قطعت عذاب يوم اعتلى الميدان تلجب خيلهم يوم الصهل متمسك بهدي النبي وسلم مقنين الركاب إلين توصل يا محمد بن سعود والقصة بدأ فيها فصل فصل سميك صاحب الرؤية وزان بها الكتاب لين المواطن في فخر قام وتقدم واستهل حنا وردنا الجم يوم في نظرهم كالسراب ثم يوم جينا نبحث لنا في المعالي عن محل حنا عرفنا أن المعالي يوم راكان السحاب. الله يطول كلماتك. نعم ما شاء الله. في بعض الكلمات كشكل عامية لكن لها أصل. ممتازة ممتازة. أعتمد هذه كلوحة. حلو. تمام واللوحه ناخذها قلنا من نواف. حلو. اللوحه الاخيره حناخذها من الجمهور عشان ما حد ما نقول نعم اللوحه الاخيره بعدين خذينا منهم. اي بالضبط خلاص. لكن حنستمر ان شاء الله مع الجمهور في اعطاء مساحه انهم يشاركون مثلا بكلمه او اي او اي فكره ممكن نسويها المرات القادمه. قصيده تتكلم عن الوطن. انت قصيدتك قريبه ان تتكلم عن المستقبل والرؤيه من التاسيس الى الرؤيه. يا سلام ممتاز جدا ممتاز. نواف حقرأنا قصيدته وشوفها تتكلم عن إيش. بعد كذا أنا حنزل عندي إيش بالضبط المطلوب في القصيدة. حلو. اللي إحنا نحتاجها مع العلم إنها ما حتخرج عن إطار الوطن الرؤية المستقبل. حلو. وبصراحة يعني اللهم لك الحمد صلى الله نديم علينا هالنعمة صراحة في هالبلد المبارك. إنجاز وراء إنجاز إنجاز وراء إنجاز لدرجة إنه الواحد هو يفر تويتر ولا يشوف السوشيال ميديا يا اخي يقول احنا في نعمه. حقيقي احنا في نعمه كبيره يعني ما يمديك تريح الا انت محتفل على الاحتفال اللي بعده. حقيقي حقيقي والله هذه نعمه من نعم الله ما شاء الله ان يمدنا يعني في هذه الانجازات ولا يجعلنا نتوقف. حقيقي يا ربي مفخره تجي يعني لاي شخص على هذه الارض يعني يشعر بثناء وحمد يعني غير متناهي. صلى الله يديمها يديمها علينا. امين الله. اتوقع راح نطلع بلوحه فيها اي لا فيها افكار كثيره مره. وححاول اني اخلي مختصين في التلحين يلحنوها. يا سلام يعني ما حخلي الحانك تكون اجتهاديه. كلمات زي كذا ما نبغى نهضم حقها صراحه. عادي اعطيك معها ابيات يعني. بالعكس لا في ابيات كذا بسجلها هنا اعطيك اياها الابيات كذا ما في يلحنونها الشباب. يعني شوف بطريقه مختلفه يعني. انت تبشر بعزك طبعا بعيدا عن البرنامج في اي وقت. الله يسعدك. ارقامي عندكم تواصلوا اي لحان اي عمل بين يدكم. الله يسعدك. تمام في عمرك يا حبيبي. الله يسعدكم يا رب. اتفقنا خلاص ثلاثة لوحات. لوحه نواف لوحه جميل ولوحه الجمهور. من الجمهور. تمام بإذن الله حنطلع حاجة كذا مرتبة. بس نحاول نعجل لأنه لو ما حرصنا على الموضوع قريبا الأسبوع هذا الأسبوع اللي بعد لا الثلاثة لوحات ما لا لا نتكلم عن أول تسجيل بنبدأ أول تسجيل فعلي بنسجل نقول خلينا نحكم بعد ما توصل الكلمات أو بعد ما تلحنون بالضبط. أنت تعرف بالذات التلحين بالذات يعني عندنا الفنانين بشكل عام على قول اخواننا المصريين مزاجنجيه. اي والله مزاجي لابعد درجه. تعطيه الكلمات يقول لك ابشر. بعضهم يعطيك اللحن مباشره بعضهم يقول لك والله لسه ما رو وقت. يعني اذا تقدر حتى تتواصل معهم يبلغون فريق السوشيال ميديا انهم ينزلون تغريده مخصصه انهم ينزلون كلمات تحتها عشان مثلا ما تتشتت او تكون في هاشتاج ضايع. تمام ممتاز راح ابلغهم انا على اساس انهم يتواصلوا مع الجمهور او ينزلوا تغريده معينه. عفوا فاللهم صل على محمد. ينزلوا تغريده معينه كذا مرتبه نقدر فيها نخاطب الجمهور انهم يوصلون الكلمات. طيب ابو ابراهيم انا عندي اربعه شباب هنا. صاحب الحضور الاول حبيبنا عبد الرحمن 200 100 100 100 سهل متواجدين 100 100 100 تمام تمام. كلنا حنتوجه عند ابو ابراهيم بما فيهم انا لانه بلغني انه عنده بروح اكل علاج اوكي بس
فاست. اي لاعب شربي فيري فاست. فيري فاست. خذ الكاسه الثانيه. اوكي شربي. يلا كلنا نتوجه عند ابراهيم. ويك انا على الله والله اللي يقضي حاجات الله. الله سلام ابو ابراهيم. وين هنا مسرح؟ ايوه مسرح. هلا هلا والله وسهلا يا حي الله. يا هلا وغلا يا مرحب. اهلا وسهلا بالاستاذ هيثم الحاني. اشرقت الانوار وازدان المكان واليوم قمره بحضورك يا هيثم الملحاني. الله يرضى عليك بنورك ما شاء الله. وين اللي بجنبك بعد؟ واحد على اليمين واحد على اليسار كوكبان. يا هلا وسهلا. الله يسعد مساكم بكل خير. يا هلا والله سهلا. يا هلا يا هلا. خلك لا 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 نجيك. حياك الله. شلونك؟ بخير صحتك. افتقدناك الاسبوع الماضي اخر دوره على سماحنا خلاف. اللي هو قبل امس صح؟ اي سالوا عنك الزملاء قال وين؟ قلت له ان شاء الله اموره طيبه. والله طيبه. واخذنا عد نقاطك ووزعتها ما بيني وبين الاستاذ احمد. اعطاني 50 بس في دراسك. اي والله قلنا عد هالمره. اعطاني 50 بس. يستاهل يستاهل. اخوي يعطيني 200 يعطيني 100. لا والله حياك الله. يا والله على على جميل. يا حياك الله. على السلامة. الله يسلمك. طول عمرك. شلونك؟ عساك بخير؟ عساك تمشي الحين؟ نسابق؟ جاهز للماراثون القادم؟ لا اليوم مو جاهز. الله يسهل امرك. يلا حيو. خلن الله يجزاك خير. لا تعبث. لا تعبث.